بك ناصر، اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى تفاصيل هذا الموعد المحلي. بدايه، تمكنت الوحده الثانويه للحمايه المدنيه بعين وساره في الجلفه من انقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقه تقليديه بعمق 20 متر بمنطقه الصياده. اذا الطفل صلاح الدين والبالغ من العمر 13 سنه تم انتشاله من البئر مع تقديم الاسعافات الاوليه له، ليتم تحويله الى مصلحه الاستعجالات بمستشفى المدينه، وهذا بعد تعرضه لإصابات متعددة في الجسم. في إطار محاربة ظاهرة التهريب والقضاء على القواعد الخلفية للمهربين، تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمديرية الولائية للأمن الوطني بتبسة في عملية مداهمة لأحد المستودعات وسط مدينة الماء الأبيض. تمكنت من حجز 4 مركبات من نوع مرسيدس، إذن وكمية كذلك من الوقود تقدر ب5000 لتر، كانت مهيئة في دلاء بلاستيكية لتهريبها عبر الحدود نحو تونس. التغطية لسليم دريد. تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتحري بعد استغلال المعلومات وردت إليها من حجز كمية معتبرة من الوقود قدرت ب5000 لتر و4 سيارات تستعمل في التهريب. العملية جاءت بعد استغلال المعلومات وتفتيش أحد المستودعات بمدينة الماء الأبيض، حيث تم توقيف أحد الأشخاص، وعملية التحقيق جارية لتفكيك باقي المجموعة الإجرامية المختصة في عملية التهريب الدولية. تربويا، أبدى الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا في ولاية البيض تجاوبا مقبولا مع التعليمات التي أصدرتها وزيرة القطاع مؤخرا، خاصة ما تعلق بمنع الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان وكذا احترام مواقيت دخول قاعة الامتحان. ميكروفون نور الدين الرحماني. لازم التلميذ ما يكونش عنده هاتف نقال في قاعة الامتحان، خاصة هذا يعتبر غش. نتمنى كاع التلاميذ بلي يديروا احتياطات ما يجيبوش من الضربه الاولى. خلي اكدنا عليه وهو الهاتف النقال، وجوده ما نقولوش محاوله ولا يفتحه، وانما وجوده في الجيب نتاع المترشح الا ويعتبر غش، مش محاول وانما غش. اذا كل التعليمات قدمناها للطلبه نتاع. بعيدا عن قطاعي التربيه، يعد مشروع تحليه مياه البحر بولايه غليزان من المشاريع الضخمة التي ستقضي على أزمة المياه الصالحة للشرب ومشكل السقي لدى الفلاحين، لكن تأخر المقاولة في الإنجاز يجعل هذا المشروع يرهن. المزيد مع حمزة زروقي ونجم بوكرش. مشروع تحلية مياه البحر واحد من المشاريع التي تعول عليها ولاية غليزان في القضاء كليا على أزمة المياه الصالحة للشرب، حيث كلفت الدولة أزيد من 1150 مليار سنتيم، لكن هذه المحطة لن تدخل حيز الخدمة بسبب تأخر الأشغال. المياه اللي راهي موجودة في الولاية وفي المستقبل إن شاء الله أنه كل الولاية راح تستفاد من المياه الصالحة للشرب، من المياه اللي تكون معالجة على البحر، أنه كل المياه اللي راهي في السدود سوف تخصص للفلاحة. التأخر الكبير في الأشغال أثار حفيظة المسؤول الأول على الولاية، وأكد أن بداية جوان هو موعد استفادة كل البلديات من مياه البحر المحلات لحل أزمة مياه الشرب ومشكل السقي الفلاحي. على الأكثر بداية جوان يكون يعني فعال ويكون في الخدمة، وهو مشروع يعني تكلمت عليه فيما قبل، هو مشروع ضخم، ست ميجا بروجي للمحطة اللي شفنا الصباح الطاقة تاعها أكثر من 150 ألف متر مكعب. فوضع استراتيجية نحو تنظيم عملية السقي الفلاحي يجعل ولاية غليزان واحدة من الولايات الرائدة في الإنتاج الفلاحي، وهو ما يجعلها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي تراهن عليه الدولة. استمتع الكثير من الزوار القادمين من مختلف الجهات بوعدة سيدي علي التي تقام ببلدية حرشون في ولاية شلف كل سنة، وتقام خلالها ألعاب الفانتازيا والعديد من النشاطات. تقرير لرشيد مشورب وحميد عوادي. على وقع أصوات البارود وألعاب الفانتازيا، أقام سكان بلدية حرشون وعدة الولي الصالح سيدي علي بهلول، وعدة موعدها كل شهر ماي من كل سنة لمشاركة العديد من الزوار القادمين من كل مكان.
هذه سنويا تقام هذه الحفلة في هذه الأيام، يعني شهر بداية شهر ماي، حفلة يعني تجمع السكان المجاوره لبلديه حرشون. هذا المناسبه، هذا الحفل هذا يعني هي مناسبه باش الناس تتلاقى مع بعضها بعض وفي تآخي. ويعني فلا يزال ابناء واحفاد الشيخ سيد علي بهلول يقومون باحياء الوعداء، وهذا تبركا بالولي الصالح للتعبير عن اصالتهم. وهذا الناس يجيبوا الخيل، يجيبوا الناس يديروا يبيعوا الحلوى، يبيعوا كاع الصوالح، والحمد لله راهم كيما يقولوا يديروا الطعام، يديروا الشدقه، والناس تجي تزور، راهم يجوا من ولايه لولايه، من الجزائر، من وهران، من غليزان. وراكم كيما راكم تشوفوا لهنايا، راه كاين من كل بلديه، راه كاين فرقه تاع الخياله هذو تاع الفروسيه، وكل واحد يدير المبادره تاعو. مهرجان تقليدي سنوي يظهر فيه سكان المنطقه كرمهم وضيافتهم وحسن نيتهم التي تظهر في كيفيه استقبال الضيوف، لتكون كطريقة للحفاظ على هذا الموروث. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام الموعد المحلي.